إذا نرحب بالسيد هشام الحيصة مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي في وزارة المياه والري، أهلا وسهلا بك معنا. سيد هشام، لماذا تم إطلاق تحذيرات من فيضان سد الملك طلال؟ الحمد لله رب العالمين، سد الملك طلال وصل إلى زي ما تفضلت إلى 97% من طاقته الاستيعابية والبالغة 75 مليون. اليوم هو تخزين حسب تقاريرنا 72 مليون و100 ألف متر مكعب. تم إطلاق هذا التحذير في ظل التعاون المشترك مع الأرصاد الجوية، وهو احتمال قدوم منخفض، ونأمل من الله سبحانه وتعالى الخير من أجل إعطاء فرصة للمزارعين والمواطنين ولكل من له أي منشآت أو مضخات أو أي أغنام أو أي مواشي أسفل منطقة سد الملك طلال من أجل أخذ الحيطة والحذر. وهذه الاستراتيجية التي تتبعها الآن سلطة وادي الأردن وزارة المياه والري لعام 2020 ألا وهي التحذير المسبق بقبل فترة معينة من أجل إعطاء المجال للأخوة المواطنين ولكافة الأجهزة التي تتعاون معنا بهذا المجال بأخذ احتياطاتها اللازمة. نعم سيد هشام، يعني ما هي هذه الاحتياطات؟ ما الإجراءات التي يجب على المزارعين وقاطني هذه المناطق أن يتخذوها يعني تطبيق هذه التحذيرات؟ الآن بالنسبة لسد الملك طلال، هو من السدود الرئيسية في المملكة، لدى هناك بوابات وهناك مفيض يستطيع استقبال كميات مياه الأمطار والفيضانات، ويتم عملية إسالة أي كميات تزيد عن سعة السد إذا يعني ما دخل هناك من المنخفض الذي تحدث عنه زميلي قبل قليل، في تحكم عن طريقنا يعني، وإسالة تتم بعملية ممنهجة للتحكم بكميات المياه. أما بالنسبة للاحتياطات، هي أن هذه منطقة الوادي الواقع أسفل سد الملك طلال وصولا إلى منطقة تلال الذهب ومرورا إلى قناة الملك عبد الله ثم إلى مجرى الوادي وصولا إلى منطقة نهر الأردن، هذه المنطقة أردنا أن نقدم تحذيرا للمواطنين الابتعاد عنها. أي مواطن تعرف في بعض المواطنين لهم أغنام يبتعدوا عن منطقة الوادي، في بعض المواطنين يستخدموا بعض المضخات الصغيرة التي تقع على جوانب الأودية، من أجل تحذيرهم بهذه الخطوة من أجل اتخاذ كافة يعني الاحتياطات التي تحافظ على السلامة العامة. شكرا جزيلا لك مساعد الأمين العام للسدود والحصاد المائي في وزارة المياه والري السيد هشام الحيصة.